لانها حق من حقنا نتجاهل اولادنا والمعلمين يعني مش قادرين يجيبوا لاولادهم كوتهم يعني كلها سياسه من الاخر مش منيحه احنا بحاجه الى كل الجماهير الفلسطينيه تنظر الى المخيمات في هذه الظروف الصعبه لا تعليم لا صحه لا اغاثه الوضع اللي بنعيشه مأساوي داخل المخيمات فنحن بحاجه الى خطوات تصعيديه اكثر اليوم هي الخطوه الاولى في اغلاق الشارع الخطوات القادمة إذا لم يتم حل الأزمة سيتم إغلاق مداخل المدن كاملة سيتم إغلاق المخيمات بشكل كامل سيتم التوجه إلى عصيان مدني نحن إحنا بنقوم وبننام على رائحة القمامة مرض السحايا بينتشر بالمخيمات أطفالنا لهم 100 يوم لم يذهبوا إلى المدارس هاي مصيبة كبرى صمت السلطة الوطنية الفلسطينية وتآمر وكالة الغوث وصمت المؤسسات الدولية دليل على أنها مؤامرة سياسية بحتة ضد المخيمات يكفينا شهداء بالمخيمات الاقتحامات الإسرائيلية اليومية الاعتقالات اليومية احنا أصبح الحال لا يطاق داخل المخيمات بحاجة أن نوصل رسالتنا إلى الأمم المتحدة إلى مكتب الرئيس إلى سيادة الرئيس أبو مازن إلى الحكومة الفلسطينية التي لم تكلف نفسها بزيارة المخيمات وبتفقد حال المخيمات احنا بندور على ناس تقف معنا مش لاقيين حدا في هاي البلد يقولنا احنا معكم فهاي خطوة اولى ان شاء الله في خطوات قادمة راح تكون تصعيدية في كل الضفة الغربية بقرار من جموع اللجان الشعبية في الجنوب يمنع دخول مدراء واللاجئين والغلابة والكادحين في المخيمات من دخول اي مسؤول من الأونروا إلى المخيمات